عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بحضراتكم ومع حضراتكم نبدأ بمشيئة الله تعالى أسبوع جديد، جلسة أعمال جديدة. وفي كل المتابعات نحن معكم بالتحليل وبالتفصيل ومع ضيوفنا طبعا من يوم إلى آخر ومن جلسة أعمال إلى أخرى. واليوم حافل بعدد مهم من الملفات سنطرحه مع حضراتكم على طاولة البحث والتحليل بمشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى إطلالتنا المعتادة واليومية على مؤشر بورصة قطر وأداءاتها التي شهدت بعض الإيجابية مع نهايات الأسبوع الماضي. نرحب هذا اليوم في الاستوديو بضيفنا السيد أحمد عقل، محل الأسواق المالية. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا بك معنا. ونستضيف أيضا السيد أحمد الفضلي، الصحفي الاقتصادي في جريدة لوسيل ومتواجد معنا من موقعنا في بورصة قطر. صباح الخير أستاذ أحمد وأهلا بك معنا لهذا الصباح. طبعا كما تحدثنا كان لدينا بدايات تفاعل إيجابي شهدناها مع منتصف الأسبوع الماضي، تواصلت حتى نهاية الأسبوع بتعزيز واضح لمستويات المؤشر الذي سجل ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي بحوالي 87 نقطة أو تقريبا 19 النقطة المئوية ليغلق عند مستوى 9934 نقطة. القيمة السوقية للبورصة ارتفعت لتصل إلى 549 مليار ونصف المليار ريال، والمكاسب المقدرة بحدود ملياري ريال. كان معنا سهم الملاحة، هو السهم الأفضل خلال الأسبوع الماضي على صعيد الأداء بعد أن سجل ارتفاعات بنسبة بلغت 26 النقطة المئوية مقارنة مع أدائه الأسبوع الماضي. طبعا نذكر بأن الملاحة سيكون واحد من بين أربع أسهم ستعلن عن نتائجها المالية خلال هذا الأسبوع، يضاف إليها شركتين من قطاع التأمين بالإضافة إلى مجمع المناعي. على الجانب الآخر كان معنا سهم السلام، هو الأعلى تراجعا. تفاعلات على السهم منذ إعلانات نتائجه المالية تتواصل، وهذا الأسبوع يفقد حوالي 12% مقابل الأسبوع الماضي. سهم المصرف وسهم الريان وناقلات كانا أكبر المساهمين في ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع. ساهم ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي باكتساب المؤشر أكثر من 56 نقطة خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم مصرف الريان باكتساب حوالي 27.25 النقطة، بينما ساهم ارتفاع سهم ناقلات باكتساب المؤشر 17 نقطة. نتحدث طبعا عن أداء الأسبوع الذي انتهى معنا بنهاية جلسة الخميس. السيولة ارتفعت بشكل واضح 40% لتصل إلى قرابة المليار وربع المليار ريال بالمقارنة مع 892 مليون ريال في الأسبوع السابق. كان لدينا استئثار لسهم مجموعة كيو أم بي بالقيمة الأعلى من التداولات، تابعنا ذلك لعدة أسابيع تتواصل هذا الأسبوع أيضا، وبلغت قيمة التداولات 261 مليون ريال، تقريبا خمس قيم التداولات المسجلة ذهبت باتجاه كيو أم بي. ارتفع أيضا إجمالي أحجام التداول، كان لدينا حوالي 52% ارتفاعات على هذا الصعيد، 480 مليون سهم كانت المسجلة هذا الأسبوع، واستئثار واضح لسهم المتحدة للتنمية بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، وبلغ هذا الحجم 96 مليون سهم تم التداول عليها. كان لدينا مع نهاية الأسبوع إفصاحات لشركة مسعيد للبتروكيماويات، كانت آخر الشركات التي أفصحت الأسبوع الماضي. البيانات المالية المنتهية بنهاية عام 2019 أوضحت أن صافي الأرباح بلغ مليار ومئتي ألف ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح بلغ مليار وأربعمائة ألف ريال قطري، وذلك مليار وأربعمائة مليون ريال قطري، وذلك عن عام 2018. العائد على السهم 5.5 دراهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بعائد على السهم بلغ 11.10 دراهم للعام الماضي. طبعا مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 دراهم للسهم عن السنة المالية المشار إليها، كما وافق على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 11 مارس 2020. أحمد، نبدأ من النتائج المالية لشركة مسعيد، شركة جديدة من قطاع الصناعة. يعني نسبة التراجع لا تبدو سيئة أو لا، يعني بالمقارنة مع ما شهدناه من تراجعات قوية، تعد هذه النتائج من بين الأفضل حتى اليوم، كيف تعلق على نتائج مسعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لك. لا شك أن النتائج كانت أفضل بكثير من المتوقع لدى كثير من المراقبين، خاصة إذا بنقارنها مع نتائج شركات القطاع نفسه أو صناعة البتروكيماويات، سواء كان بدولة قطر أو بالمنطقة ككل. يعني مثلا سابك بسعودية شفنا 84% تقريبا تراجع،
شفنا أيضا صناعات قطر بعض الضغوطات على مستوى التراجع كان يفوق 40%، وبالتالي أداء الشركة قوي جدا، ساهم بشكل أساسي بهذا الأداء القوي كان في قرار بإعفاء الشركة من الضرائب، ضرائب الدخل، من ضريبة الدخل، وهذا ساهم بشكل كبير برفع هذه المستويات الربحية، خاصة كان عندنا ما يفوق 200 مليون تقريبا إيرادات أخرى، أو يعني خلينا نقول غير النشاط الرئيسي، جزء كبير منها كان له علاقة بموضوع ضرائب الدخل خاصة بمشروع كيوكم وبغيرها من المشاريع الأخرى. بكل الأحوال هذا الاسترداد ساهم بأن يحقق السهم خلال الربع الرابع وحده 700 مليون، يعني نحن اليوم عم نحكي أرباح الشركة مليار و200 مليون، أكثر من نصف، وبالتالي 500 مليون في الثلاثة أرباع الأولى و700 مليون فقط في الربع الأخير. خلينا نشوف قدي كان بعيد عن مستوى التوقعات، الكثير كان يراهن على أساس 200 أو 300 مليون، هيدا إذا بدنا نقارنه بأفضل الأحوال. اليوم نحن عم نعمل 700 مليون أرباح بالربع الرابع، صحيح أنه جزء منا استرداد، ولكن الشيء الإيجابي أنه موضوع العفو عن الضرائب هو ليس لسنوات سابقة، هو أيضا يبدأ تطبيقه من العام واحد أو من العام 2019 أو بدأ تطبيقه فعليا، وبالتالي من المتوقع أن يستمر هذا التطبيق لهذه السنوات، وأن تستفيد الشركة أيضا من موضوع التخفيض الضريبي من الربع الأول حتى خلال هذه السنة. بكل الأحوال أنا بشوف أداء الشركة قوي، التوزيع أكثر من ممتاز، هلأ مقارنة مع سعره يمكن في فرص عم تعطي عائد إلى سعر أفضل، ولكن الشركة ونموها وحجمها أيضا له تأثير. أنا بشوف أنه حتى نحن شفنا أثر هذا التوقع الإيجابي، كنا شفنا بآخر جلستين تحرك إيجابي لمسعيد من مستويات 18 تقريبا، صحيح، عاد ليتخطى مستوى 20. بكل الأحوال أنا بشوف أداء جيد للشركة بالربع الرابع، أفضل من المتوقع، وهون قوة الإعلان، توزيع أيضا أفضل من المتوقع، هون قوته مقارنة للعائد مع السعر الموجود حاليا. لا، يمكن نشوف في فرص أخرى موجودة بالسوق، على مستوى 20 بكون العائد حوالي 3.5%، يعني إذا بدك أقل نوعا ما أو قريب أو أقل حتى قليلا من اللي هو صناعات اليوم الأربع ريال على مستوى 90 قد تشكل أكثر من 3.5%، ولكن يبقى أداء الشركة وتميزها بالربع الأخير هو مفتاح الاستثمار للسنوات القادمة، وهو دليل على مدى قوة الشركة وحرصها على العمل الجاد والنمو خلال الفترات القادمة. طيب بشكل سريع كيف ترى إغلاقات المؤشر مع نهاية الأسبوع الماضي؟ يعني خلينا نقول نحن الآن أمام تحدي مهم جدا، المحافظة على مستوى 9950 كسرة واختراق مستوى 10,000 خلال جلسة اليوم أو غد مهم جدا، ومن ثم في عنا مقاومة عند مستوى 10,080 ثم 10,150 ل 10,200. أنا برأيي عشان نعود نوعا ما للتوقعات إيجابية بارتفاعات ممكن تكون سريعة وقوية، لابد من تخطي مستويات 10,200 خلال الجلسات أو خلال جلسات هذا الأسبوع لإعطاء مزيد من الثقة بالإيجابية للأيام القادمة. ما ننسى أنه نحن هلأ يعني بدأنا نفوت باللي هو موسم مجالس أو الجمعيات العمومية، وبالتالي من المتوقع بعد شوي أنه كل جمعية عمومية يكون في ضغط من بعد أي جمعية عمومية على بعض الأسهم. أيضا موسم الإعلانات صرنا بآخره تقريبا، عدد قليل من الشركات بقي لم يعلن، قليل من القيادية، وبالتالي ممكن نشوف بعض الضغوطات ببعض الأماكن، ولكن مفتاح الأمان إن شاء الله تخطي مستويات 9950 يعني مستوى 10,000 كمرحلة أولى، التأكيد النهائي تخطي 10,200 إن شاء الله. مبدئيا مشاهدينا لدينا اليوم ثلاث شركات ستعقد جمعياتها العمومية، الخليجي والرعاية والإسمنت، وغدا بمشيئة الله تعالى مصرف قطر الإسلامي، وسنرى كيف سيكون المتابعات على هذه الأسهم لجلسة اليوم وأيضا للجلسات القليلة المقبلة. إذن هذه كانت الصورة بشكل عام في مؤشرنا المحلي الذي تفاعل إيجابا مع نهاية الأسبوع الماضي، بعكس ربما ما تابعناه بعض الشيء على صعيد الأسواق العالمية التي تأثرت بضغوطات مع نهاية الأسبوع وشهدت إغلاقات باللون الأحمر خاصة في الأسواق الأمريكية. هذه الضغوط طبعا لا يزال العامل الرئيسي فيها هو التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي في ظل المتابعة المستمرة على فيروس كورونا. افتتحنا جلسة الأحد، سنعطي بعض الدقائق مشاهدينا لنرى كيف ستتحرك الأسهم وأين ستكون بوصلة المؤشر لهذا اليوم، لكن نبدأ مع حضراتكم بأهم ملفاتنا على الساحة المحلية.
متابعتنا للزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لكل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجمهورية التونسية الشقيقة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. طبعا المحطة الأولى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ستكون اليوم بمشيئة الله تعالى في العاصمة الأردنية، ونتابع في التقرير التالي أهم المحطات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة في ظل زخم في الزيارات الرسمية المتبادلة للوزراء وكبار المسؤولين، وهو ما نتج عنه توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، وهي ما عزز بشكل كبير العلاقات الثنائية القوية بين البلدين الشقيقين. نعود ونتابع ونعود لحضراتكم. تمتاز العلاقات بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية بالامتداد التاريخي والعمق الأخوي، وقد بدا واضحا التطور المميز في أواصر الترابط بين الدوحة وعمان خلال الأشهر والسنوات الماضية، وانعكس هذا التقارب بين البلدين على الجوانب الاقتصادية، وبرز الحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها دوما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. فزادت قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن خلال العام الماضي إلى أن وصلت نحو 2 مليار دولار تقريبا، وحقق على إثرها التبادل التجاري نموا لافتا ليصل إلى ما نسبته 18%، إذ بلغ نحو 1.3 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال في عام 2017. وشهد السوق القطري دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، حيث بلغ عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطري بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 1725 شركة مقابل 1550 شركة بنهاية العام 2018. وكانت دولة قطر قد أعلنت عن مبادرة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتوظيف 10,000 شاب أردني في السوق القطري، كما افتتحت الخطوط الجوية القطرية واحدا من أكبر المقار المملوكة للشركة خارج الدوحة في العاصمة الأردنية عمان، إذ تسير الناقلة الوطنية 21 رحلة أسبوعيا من الدوحة إلى عمان بواقع 3 رحلات يومية، وهو مؤشر على استمرار النمو في العلاقات بين البلدين. وتعمل اللجان المشتركة بين البلدين على مزيد من تفعيل مجلس الأعمال القطري الأردني الذي يسهم بدوره في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين واستكشاف فرص جديدة للتعاون فيما بينهما. شاهدنا هذا، وأشار سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم الثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية إلى اهتمام الدولة بتعزيز مجالات الاستثمار بين البلدين، فضلا عن الحرص على التوسع فيه إلى أبعد الحدود. في تعاون اقتصادي بين البلدين، ولو لاحظنا الفترة الأخيرة يعني على المستوى القطاع الخاص هنالك تبادل زيارات كبيرة بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص القطري على مستوى رجال الأعمال وعلى مستوى القرف التجارية بين البلدين، وكذلك هنالك استثمارات لدولة قطر في الأردن تقدر بحوالي 1.5 مليار في قطاعات مختلفة، القطاع المالي، القطاع العقاري، القطاع السياحي وقطاعات أخرى يعني. نعم سيد أحمد الفضلي المتواجد معنا من بورصة قطر، على المستوى الرسمي فيما يبدو هناك توجه كبير نحو تعزيز التعاون على المستوى الشعبي ومستوى رجال الأعمال، أيضا هناك مبادرات عدة وهناك توجه كبير لتبادل الاستثمارات، برأيك إلى أين يمكن أن تصل مراحل التعاون الاقتصادي بشكل خاص والاستثماري في ظل الزخم الموجود حاليا والتوجهات المعلنة؟ في البداية صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين. طبعا خلال السنوات الماضية رأينا تعزز للعلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، وقد ترجمت على أرض الواقع من خلال يعني العديد من المؤشرات سواء على المستوى السياسي أو من خلال تقارب الرؤى المتعلقة بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية أو حتى بالعلاقات الاقتصادية، وقد لاحظنا يعني تبادل زيارات وفود تجارية ضخمة سواء من الأردن إلى الدوحة أو من الدوحة نحو الأردن لاستكشاف
الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المختلفة، ولعل يعني ما كشفت عنه الأرقام من يعني ضخم تلك العلاقات، نتحدث اليوم عن أكثر من 1.3 مليار ريال تبادل تجاري. طبعا نتحدث عن شركات أردنية وقطرية أو شركات حتى أردنية تعمل في داخل الدولة، تقدر ويقدر رأس مالها بنحو 600 مليون ريال قطري. نتحدث كذلك عن استثمارات قطرية موجودة في السوق الأردنية تقدر بنحو 1.2 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى المتضمنة في العديد من القطاعات، سواء السياحة سواء يعني البنية التحتية والعقارات والخدمات. كذلك هناك تبادل يعني معرفي وتعليمي كبير بين الدولتين، سواء من خلال وجود العديد من الوفود الطلابية من دولة قطر، يقدر عددهم تقريبا إلى حدود العام 2019 ب 2600 طالب موجود في الأردن يزاول تعليمه هناك. كذلك هناك العديد من الطلبة الأردنيين موجودين في داخل دولة قطر يدرسون في العديد من القطاعات، سواء كانت قطاعات علمية أو حتى قطاعات يعني عسكرية وأمنية. طبعا هناك العديد من مثل ما تحدثنا الاستثمارات التي تشمل كذلك القطاعات المتعلقة بقطاع المال والبنوك. كذلك نتحدث عن الفرص أو الدعم الذي قدمته دولة قطر خلال السنتين الماضيتين للمملكة الأردنية من خلال توفير أكثر من 500 مليون دولار كفرص استثمارية في الأردن، ويعني تقديم أو فتح فرص للعمل بالنسبة للإخوة الأردنيين في داخل دولة قطر بنحو 10,000 فرصة عمل تم التزام أو تم تحقيق 4,000 منها، وينتظر أن يتم تحقيق البقية خلال الفترة المقبلة، وبما ذلك يساهم في تعزيز سواء العلاقات أو حتى الأداء الاقتصادي بين البلدين. طبعا هذه الزيارة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من شأنها أن يكون لها دافع نحو تعزيز تلك العلاقات والرفع من مستويات التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي والتبادل الرؤى. مثل ما تحدثنا منذ قليل، يعني كان هناك خلال الأشهر القليلة الماضية وتحديدا خلال النصف الثاني من العام الماضي لاحظنا أكثر من زيارة لوفود تجارية أردنية إلى دولة قطر، ولقاءات مع غرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وتم بحث سبل تذليل العديد من العقبات، سواء على مستوى إنشاء الشركات الأردنية داخل الدولة أو حتى تسهيل يعني الإجراءات لتركيز العديد من الاستثمارات، مستفيدين من ذلك من التشريعات المتميزة التي قامت بوضعها دولة قطر لجذب العديد من الاستثمارات، وهي التي تطمح إلى تحقيق يعني أكبر قدر من تدفقات نقدية أجنبية. نعم، واضح طبعا مشاهدينا إنجاز آخر تابعناه خلال الساعات الماضية كان توقيع كل من سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيدة ساندرا روشفوك وانغ رئيس التنفيذية لشركة الانجي على اتفاقية طويلة الأمد لاستخدام ما يقارب 3 ملايين طن سنويا من سعد محطات مونتوارد بريتياني لخدمة استقبال وتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في فرنسا، وذلك حتى عام 2035. نتابع ونعود لحضراتكم. خطوة كبيرة تعمق أواصر التعاون بين قطر وفرنسا، وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها قطر للبترول وشركة LNG المشغلة لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال، والتي تسمح باستخدام ما يقارب 3 ملايين طن سنويا من سعة الميناء حتى عام 2035، وذلك من خلال محطة مونتوار دو بريتاني، حيث ستكون الوجهة الجديدة لصادرات قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مما يسهل وصول هذه الصادرات بموجب اتفاقيات طويلة الأمد للعملاء الفرنسيين والأوروبيين. بالتوقيع على هذه الاتفاقية نكون قد وفرنا الضمان لفرنسا ولأوروبا لتلقي امدادات طاقة موثوقة، وبزيادة استخدام الغاز كمصدر طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة. ومن خلال هذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة LNG نكون قد خطونا خطوة أخرى نحو المستقبل، وبعلاقة متميزة تمتد حتى منتصف العقد المقبل، ونحن نتطلع إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقة في المستقبل. العقد يؤمن نشاطا طويل الأمد في محطة مونتوار دو بريتاني، حيث يوفر موقعها المرونة المثلى لعملاء الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات بما في ذلك إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية لتلبية احتياجات انتقال الطاقة.
هذا الاتفاق مع شركائنا القطريين هو مرحلة مهمة للغاية لشركتنا، لأنه يؤمن على المدى البعيد نشاط مرفئنا. ومنذ 40 عاما يعد ميناؤنا بوابة حقيقية لإيصال الغاز إلى فرنسا وأوروبا. لقد جعلنا من مرافئنا موقعا مهما لإيصال الغاز إلى غرب أوروبا. وتقع محطة مونتوار دو بريتاني لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على ساحل المحيط الأطلسي في فرنسا، حيث تم تشغيلها عام 1980، وتخضع للتنظيم الكامل من قبل اللجنة الفرنسية لتنظيم الطاقة. وتمتلك المحطة حاليا سعة تخزين تبلغ 360 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، موزعة على 3 خزانات وقدرة استيعابية سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويتم تشغيل المحطة من قبل شركة LNG التي تمتلك خبرة تزيد على 50 عاما في مجال الغاز الطبيعي المسال، كما تدير محطتين أخريين في فرنسا هما فوس تونكين وفوس كافو على ساحل البحر المتوسط. أستاذ أحمد، ليس التعاون الأول في أوروبا، لكن فيما يبدو بوابة جديدة ومهمة هذه المرة من خلال فرنسا، كيف تراها؟ وإلى أين يمكن أن نصل هنا في ظل مساحة مثل هذه للغاز القطري؟ لا شك أولاً أنه يعني بخلال الفترة الأخيرة من الواضح من بعد تركيز دولة قطر على موضوع الغاز، بعد خروجها من منظمة أوبك والكلام عن أنه يعني يكون التركيز على مصدر الدخل الأول وعلى المنطقة الأقوى للاعب القطري، كان من الواضح البدء باتفاقيات كبيرة على مستوى العالم، فتح أسواق جديدة، زيادة الإنتاج إلى مستويات تقريبا 60%، عم نحكي من الآن حتى عدة سنوات قادمة. كل هذا بالنهاية بحاجة إلى أسواق جديدة، بحاجة إلى خدمات مميزة يقوم بها اللاعب القطري. بكل الأحوال شفنا أوروبا هي سوق مهم جدا، وإذا بدك اللاعب القطري هو بالسوق الآسيوي أقوى مما هو بالأسواق الأخرى. نعم. يعني عندنا الهند وكوريا والصين واليابان، هما من أكثر، وباكستان هما من أكثر الدول تقريبا أكثر من 40 أو 50% من الإنتاج القطري عم بيروح لهونيك، وبالتالي لابد من فتح أسواق جديدة. السوق الأوروبي هو سوق واعد، سوق صناعي، سوق يستهلك الغاز بشكل كبير حتى بمستويات الشتاء على مستوى الاستهلاك الشخصي. محطة كبيرة 10 مليار متر مكعب، عم نحكي نحن ما يقارب 10% من المستهدف لإنتاج الغاز القطري خلال العام، وبالتالي نحن عم نحكي اليوم عن محطة قادرة على استيعاب ما يفوق 10% أو ما يقارب 10% من إنتاج الغاز القطري القادم. أنا بتصور أنه مهم جدا موقع فرنسا أيضا وقدرات فرنسا الصناعية والخدمات الموجودة بهذه الدولة ستساعد بشكل كبير على انتشار الغاز القطري وعلى فتح أسواق دول جديدة داخل القارة الأوروبية. أعتقد أنه من الآن حتى السنوات القادمة سوف نسمع المزيد عن قارة أوروبا كهدف قادم للمستثمر القطري بموضوع الغاز. جميل. نعم مشاهدينا، نعود إلى بورصة قطر لنرى كيف افتتحت لهذا اليوم التداولات. المؤشر في المنطقة الحمراء كان لمعظم فترات بداية الجلسة، لكن تحول حاليا إلى المنطقة الخضراء بمكاسب بلغت 20 النقطة المئوية، كما نتابع على شاشة 9954 نقطة و14 نقطة هي نقطة الافتتاح المسجلة، بتداولات عند 11 مليون وثلاثة أرباع المليون ريال وأكثر، أو نحو 4 ملايين سهم يتم التداول عليها. تقبل واضح فيما يبدو وإيجابية في التعامل مع سهم أم سعيد الذي كما نتابع من بين 8 شركات يتصدر المكاسب المسجلة لهذا اليوم. كما تحدثنا 8 شركات باللون الأخضر، على رأسها سهم أم سعيد المرتفع ب 24 النقطة المئوية. بنك الدوحة يعود إلى المنطقة الخضراء بقوة 3.16% في مستهل هذه الجلسة، معنا سهم الطبية أيضا في المنطقة الخضراء ب 22 النقطة المئوية، وكهرباء والماء القطرية في المنطقة الخضراء ب 11 النقطة المئوية. على صعيد التراجعات المسجلة لهذا اليوم، صندوق الريان في الصدارة ب 94% من بين الشركات المسجلة، معنا المستثمرين الأكثر تراجعا لهذا اليوم 22 نقطة تقريبا. مزايا في المنطقة الحمراء ب 2%، ومعنا سهم مخازن أيضا في المنطقة الحمراء ب 1.5 النقطة المئوية. توزيعات التداولات لهذا اليوم، نبدأ بالأكثر تداولا على الشاشة من حيث القيم المسجلة، وسهم مصرف الريان في الصدارة المتراجع ب 10% 4 ملايين ريال، صناعات قطر سهم قيادي آخر إذن 2,400,000 ريال، معنا قطر للتأمين تسجل 1,500,000 ريال، ومعنا QMB
المرتفع بستة أعشار النقطة، يسجل تداولات بأكثر من مليون ريال، إذن تواجد قوي. نتابعه على صعيد الأسهم القيادية على صعيد التداولات المسجلة لهذا اليوم. نعود إلى ملفاتنا الأخرى لهذا الصباح، وأعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار عن خطط التوسعة متعددة المراحل التي يجري تنفيذها في مطار حمد الدولي، موضحة في بيان لها أن خمس شركات مقاولات ومجموعة ائتلافات حصلت على عقود مشاريع التوسعة المقررة في مطار حمد الدولي. نتابع ونعود لحضراتكم. تلبية للطلب المتنامي على السفر جوا وتعزيزا لمكانته باعتبار بوابة سفر مفضلة، حصلت خمس شركات مقاولات ومجموعة ائتلافات على عقود مشاريع توسعة مطار حمد الدولي. المشروع الذي بدأ التنفيذ في الربع الرابع من العام الماضي هو لزيادة القدرة التشغيلية للمطار وإضافة 39 موقفا للطائرات، وتمت ترسية عقد أعمال التوسعة الخاصة بصالة المسافرين وعقد بناء المنطقة المركزية والأعمال المبكرة والمباشرة بأعمال الحزمة 13 التي تشمل توسعة صالة المسافرين بمساحة إضافية تقدر ب 140 ألف متر مربع، وسوف تتضمن منطقة جديدة لتحويل الرحلات لتقليل الربط بينها. وتم منح مشروعي تطوير وتشييد مبنى نقل الأمتعة البعيد ونظم مناولة الأمتعة في نوفمبر 2019 وفبراير الحالي، ويضم حزمتين 14 و15. وشمل العقد الأول تشييد مبنى الأمتعة البعيد، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء خلال الشهر الجاري، ويتضمن تشييد منطقة جوية تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع لتشمل نظما حديثة يوفر مناولة أمتعة سريعة وآمنة، بداية من تسجيل الوصول إلى التفريغ مع تتبع الأمتعة بدقة تامة وفقا لمعايير ومتطلبات المستوى الثالث للجنة الأوروبية للطيران المدني. وينفذ مطار حمد الدولي الحائز على تصنيف خمس نجوم عملية توسعة متعددة تقوم على مرحلتين، الأولى يتوقع أن تزيد القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 53 مليون مسافر سنويا بحلول العام 2022، وذلك مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والثانية ستعزز القدرة الاستيعابية لاستقبال أكثر من 60 مليون مسافر سنويا. ويبلغ إجمالي مساحة منطقة صالة المسافرين التي سوف تشملها عملية التوسعة 240 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد لشحن البضائع بما يعزز طاقته الاستيعابية لتصبح أكثر من 5 ملايين طن سنوياً. ويسعى مبنى مطار حمد الدولي لدى انتهاء أعمال هذه التوسعة أن يكون الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحصل على نظام الاستدامة العالمي من فئة الأربع نجوم. سيد أحمد الفضلي، يعني في ظل التركيز على قطاع السياحة، مستحقات كبيرة بانتظارنا، خطط كبيرة أبرزها كأس العالم 2022، هذه توسعة تتماشى بشكل كبير مع العدد المنتظر من ارتفاع عدد السواح إلى الدولة، كيف تراها وأهم ملامحها؟ نعم، هذا يعكس ما تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية من خلال استهداف ما لا يقل عن 60 مليون مسافر سنويا من خلال مطار حمد. اليوم دولة قطر تستعد إلى العديد من المواعيد المهمة، نتحدث عن كأس العالم الذي قد يستقطب ما لا يقل عن 3 مليون مسافر أو سائح لدولة قطر ومن الجماهير، فبالتالي لابد من تهيئة البنية التحتية. طبعا تم الحديث خلال أو تركيز ما لا يقل عن 10 مليار ريال خلال موازنة العام الماضي، وتم تقسيمها على سنوات المقبلة من أجل هذه التوسعة التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية لأداء المطار على المستوى العالمي. كذلك لابد من التنويه إلى أهمية التأكيد على استدامة المطار ليكون هو الأول على المستوى العالمي الذي يحقق الاستدامة ويحقق أعلى معايير الجودة العالمية. طبعا نعم، مشاهدينا، في موضوع آخر ومهم أيضا، تابعنا إصدار الستار مع نهاية الأسبوع على فعاليات معرض صنع في قطر، وذلك بمشاركة ل 220 شركة صناعية قطرية عرضت منتجاتها على مدار 4 أيام على أرض المعارض بمعرض الكويت الدولي. المعرض الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، شهد إقبالا واسعا من الزوار وخاصة رجال الأعمال. نتابع التفاصيل ونعود لحضراتكم.
على مدار 4 أيام احتضنت الكويت معرض صنع في قطر 2020، والذي شهد إقبالا واسعا من رجال الأعمال الكويتيين وممثلي الشركات الكويتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والذين حرصوا على زيارة المعرض والتعرف على الصناعات القطرية، فضلا عن التباحث مع الشركات القطرية المشاركة في إمكانية التعاون وإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو الكويت. تشرفت اليوم بزيارة معرض صنع في قطر، تجولت في المعرض، لقيت بعض المنتجات التي تلقى استحسان في دولة الكويت. نتشرف بالإخوان من دولة قطر للعمل في دولة الكويت، نحن من الداعمين لهذه المنتجات القطرية في دولة الكويت. كان موجود في إقبال جيد للمعرض، وكانت مشاركتنا الحمد لله كويس، وفي عدد زوار كويس إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. العديد من الشركات القطرية المشاركة قامت بتوقيع عقود واتفاقيات شراكة مع شركات كويتية تشمل تحالفات وإنشاء وكالات تجارية لشركات كويتية في قطر ولشركات قطرية في الكويت، بما يعني تعزيز العلاقات إلى مستويات أرحب خلال السنوات المقبلة. احنا أخذنا وكالة، وإن شاء الله المنتجات القطرية نازلة جمعيات الكويت قريبا، وراح تشوفون ان شاء الله السلينكو والاي اند ام والسي والتوينتي والرحى. طبعا المشاركه في المعارض صنع في قطر بالتحديد بنعتبره نافذه لنا على العالم الاخر، العالم الخارجي، وحتى نظهر قوه الصناعات القطريه كمان بالصناعات او نعكس قوه الصناعات القطريه ومتانتها للدول اللي احنا متواجدين فيها على الاقل، وفتح يعني اسواق جديده. المعرض يأتي في إطار دعم العلاقات القطرية والكويتية القوية والمهمة جدا في الوقت الراهن، كما يكشف التناغم بين اقتصادي البلدين، إضافة إلى المشاريع والفرص المشتركة، وهو ما يعكس التعاون المستمر بين قطر والكويت منذ عقود في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية. نعم أحمد، أريد أن أبدأ حقيقة من حيث انتهى التقرير. علاقات اقتصادية متنامية منذ عقود وتعززت بشكل كبير في العامين الماضيين بين قطر والكويت، اتفاقيات جديدة لمنتجات من المفترض أنها بين دولتين بينهما كثير من التعاون الاقتصادي، لماذا كنا بحاجة إلى معرض مثل صنع في قطر في الكويت لتعزيز مثل هذه الاتفاقيات وفتح حتى يعني منافذ جديدة للمنتجات القطرية؟ إجمالا نحن عادة نعرف أن هذه المعارض هو الهدف منها فتح أعين المستثمرين خاصة بالقطاع الخاص. لما نحكي عن القطاع الخاص، هذه المعارض مهمة جداً لفتح أعين مستثمري القطاع الخاص على بعض منتجات وفرص استثمار موجودة، وبالتالي هي فرصة لتلاقي البائع مع المشتري أو أصحاب الاستثمارات المختلفة وتبادل وجهات النظر ومعاينة المنتجات والسماع أكثر عن هذه المنتجات ومشاهدتها بشكل مباشر. نحن بنعرف أنه العديد من المنتجات موجودة بشكل كبير، ولكن من الصعب على بعض رجال الأعمال أو المستثمرين خاصة اللي عندهم خيارات واسعة بدولة قطر وبغيرها من الدول كمواد استثمارية ومنتجات جديدة، من الصعب جدا متابعة كل منتج بشكل دائم، وبالتالي هي فرصة يوم أو 4 أيام يقضيهم هذا المستثمر بسماع منتجات معينة محددة. هناك من يشرح عن هذه المنتجات، من يبين نقاط القوة والضعف لديه، نحن عم نحكي عن البائع هون، وبالتالي تخلق إذا بدك علاقة أسرع من أخذ مواعيد والسفر من دولة إلى أخرى لمتابعة بعض منتجات، وقد يتيح الوقت وقد لا يتيح، وقد يكون هناك منتجات أخرى بدول أخرى منافسة، وبالتالي هذه المعارض الهدف منها هو فتح العلاقات ما بين المستثمرين وجعل هذه الأمور تتم بشكل أسرع وبشكل كبير. معرض منتج بقطر أن يكون بدولة الكويت، أنا بتصور مثل ما حكينا إذا بنراجع بالسنتين الأخيرتين مستوى دبات التجاري مرتفع جدا، وبالتالي أهمية المعرض هي أيضا زيادة والتأكيد على هذه الأواصر وهذه العلاقات بين البلدين. شكرا جزيلا سيد أحمد عقل، محلل الأسواق المالية، على كل هذه الإيضاحات، والشكر موصول أيضا لضيفنا في بورصة قطر السيد أحمد الفضلي الصحفي الاقتصادي في جريدة لوسيل. مشاهدينا أشكركم على متابعتكم القيمة، ألقاكم في خير بمشيئة الله تعالى يوم غد. السلام عليكم.